طيب شباب صبايا، المرة الماضية أخذنا مقدمة سريعة بالمادة عن الشغلات الأساسية اللي راح تحتاجوها خلال الفصل هذا. تمام، بالنسبة للشابتر الأول، الشابتر الأول صراحة بتطرق لموضوع السايبر سيكيورتي بالعالم، وفي عندنا إحنا بالعالم كسيكيورتي إكسبرت بنقسمه لنوعين اللي هم الكريمينالز، الهاكرز، شو ما بدك تسميهم سميهم، وفي عندك النوع الثاني اللي هو السكيورتي بروفيشنالز اللي بيشتغلوا في المؤسسات، اللي بيكون بالعادة يعني بشكل ليجيتمت بيشتغلوا. تمام، طيب خلال الشابتر هذا في عندنا يعني فايف مين سيكشنز اللي هم عالم الأمن السبراني، ايش هي الدوافع اللي خلتنا نتطرق لموضوع الامن السبراني. الجزئيه الثانيه راح نتطرق عن السايبر كريمينالز والسايبر سيكيورتي وانواعهم. الجزئيه الثالثه راح نتطرق انواع التهديدات اللي بتكون موجوده عندي في المؤسسات. الجزئيه في السكشن الرابع راح نتطرق لموضوع السبريدنج سايبر سيكيورتي ثريتس، ومن وين تطلع، من جوه المؤسسه ولا من برا المؤسسه، وراح نتطرق على الاي بي تي. واخر شيء راح نتطرق لمجموعه من السيرتيفيكت اللي انتم ممكن تاخذوها، وراح نتطرق على مجموعه من الشركات الكبرى اللي بتعطي تريننج في المجال هذا وممكن تستفيدوا منه. طيب زمان كان اي واحد بده يفتح مصلحه او مؤسسه بالغالب كان يعني بيكون عنده يا بنتج او بيصنع مصنع حديد، اسمنت، الى اخره يعني. بس اذا بتلاحظوا اليوم اغلب الشركات الكبرى زي شركه فيسبوك، يوتيوب، سناب شات، بتعتمد بشكل كبير جدا على الداتا والداتا اناليتكس صراحه، وبيستخدموها بشكل كبير جدا بحيث انه بيحققوا منها يعني المليارات. يعني انت لما تدخل على الجوجل تعمل سيرش على موضوع معين، هم بيستفيدوا صراحه وبيبيعوا بعض المعلومات لبعض المؤسسات بشكل، في اشياء بتكون بشكل قانوني، في اشياء بالغالب بيكون في عندك انت لايسنس او اجريمنت بيطلب منك انك تعمل تشيك عليها لما تعمل كرييشن للاكونت، بس انت ما بتشيك عليها. موضوع الداتا اناليتكس، حدا ممكن جرب يشوف، او قبل 10 سنين حدا اذا كان عامل اكونت على الفيسبوك حدا كان يلاحظ انه شركة الفيسبوك بهالزمانات كانت تنزل اعلانات شيء ولا لا؟ ما كانت تنزل. لا دكتور، بالضبط. فكان هم الفلسفة تبعتهم انه اول شيء ينشروا الموقع تبعهم بحيث انه يكون مفضل بين الكوميونتي. تمام، على بيكون يعني بيكون الناس بتفضله افضل من خلينا نحكي من تويتر، افضل من في شيء زمان كان اسمه ماي سبيس اتوقع، اذا حدا عمركم يعني جرب عمل اكاونت عليه. فالشركات الكبرى هاي شو بتسوي؟ بتجمع هاي البيانات وبتحللها، وبناء على تحليل هاي البيانات انت بتعرف مثلا في منطقة الشرق الأوسط أو في الأردن بشكل عام، إنه والله الأردن مثلا كشعب أردني مثلا بيحب اللون الأخضر أو اللون الأصفر أو بيحب المنتج الفلاني، فبيخلي الماركت شير لبعض المؤسسات اللي بتشتري الاناليتكس انفورميشن منها توجه شغلهم في المنطقة هاي، في منطقة الشرق الأوسط أو في الأردن تحديدا بناء على كريتيريا معينه. زمان اذا بتلاحظوا كان اغلب الناس لما بدهم يبنوا مصنع او الى اخره او اي مصلحه شو بيسووا؟ بيعملوا دراسه جدوى اقتصاديه، وبناء على الجدوى هاي بيبنوا المصنع يا بفشل او بنجح. اليوم لا، باستخدام صراحه التقنيات الجديده، موضوع الداتا اناليتكس، تحليل البيانات، صاروا بيقدر يتنبأ في بعض المعلومات قبل ما تصير. ممكن من خلال تحليل البيانات هاي يقترح عليك اشياء. انت مثلا اذا تلاحظوا مثلا في شخص كنت تحكي معه انت تليفون،
ومن زمان مش شايفه، بتروح تفتح الفيسبوك بيعطيك اياه من الاصدقاء المقترحين. او مثلا حدا جرب منكم كان مثلا بالشات بيحكي مع صاحبه والله انا جاي على بالي همبرجر او اي شيء او شيء من الماك او من الكي اف سي، وبطلع قدامه اعلان. هذا يعني لاحظ او عمره صارت معه شيء زي هيك؟ مزبوط دكتور. دكتور مزبوط دكتور. فهذا مرتبط صراحه في موضوع الداتا اناليتكس. وصراحه في كثير من السوفت ويرز الموجوده. تفضل باسم. هذا ما يسمى الداتا مايننج، ممكن نحكي او تنقيب البيانات اللي ظهر بشكل وتوسع بشكل كبير اخر فتره. كنا نلاحظ حسب شوف الداتا مايننج في جزء منه في تحليل البيانات، في شيء غير الداتا مايننج بيسموه المشين ليرنينج. حدا سمع فيه؟ صحيح التعليم المضبوط. حدا بيعرف الفرق بين المشين ليرنينج والداتا مايننج؟ طيب بعرف شيء بسيط دكتور، انه التعليم الآلي كل ما نعرضها لاشياء اكثر او ل يعني بروتوكولات اكثر ممكن نحكي بتتعلم اكثر وبتقدر تطور من حالها اكثر. طيب الفرق بين تعلم الاله وال خلينا نحكي والديتا مايننج هو عمليه اتخاذ القرار. يعني في الديتا مايننج انه في عندي انا رو ديتا كثيره وبعمل اناليتكس لها وبعمل اكستراكشن لنوليدج من رو ديتا، وهاي النوليدج بعطيها لمتخذ القرار انه انت اتخذ قرار بناء على هاي النوليدج اللي انا عملتها اكستراكشن. بينما في المشين ليرنينج لا، المشين نفسها بيجيها داتا كثيره ومن خلال هاي الداتا هي بتتعلم سلوك معين، ومن خلال هذا السلوك تقدر تتخذ القرار. يعني مثلا احنا كمثلا كناس مختصين في السايبر سيكيورتي في عندنا شيء بسموه الانتي فايروس، صح؟ الكل منا يعني ما في كمبيوتر اليوم الا ما بيكون عليه انتي فايروس. هذا الانتي فايروس كيف بيشتغل؟ كيف بيشيك انه والله هذا الاي اكس اي اللي انا نزلته هل هو في فيروس او لا؟ صراحه في اكثر من طريقه. الطريقه الاولى في شيء بسموه سيجنتشر داتابيز. في عندي داتابيز معينه، وهي الداتابيز لما بيجي عندي البرنامج بروح اعمل لوك اب على جزئيه معينه في الاي اكس اي فايل، او بحسب الهاش فاليو تبعت الاي اكس اي، وبروح بروح الانتي فايروس بقارن وين؟ بقارن في الداتابيز اللي عنده. هل هذا مذكور في الداتابيز؟ اذا مذكور بعمل له بلوك، اذا مش مذكور بعمل له باسنج. تمام. لكن شو مين بيعرف مشكله الطريقه هاي او شو اشكاليه الطريقه هاي؟ دكتور هو الانتي فايروس بشكل عام بيعتمد على داكشنري او كنا نحكي لايبرري مكتبات، بس المشكله بالضبط يعني انه ممكن الفيروس يتحور ممكن نحكي او يتغير لشيء معين. ممتاز. هسه انا في الـ في الـ في, في السيجنتشر داتابيز انا بيكون عندي يعني انا محكوم قديش عندي سيجنتشرز جوا هاي الداتابيز. يعني اذا عندي 100 واجا واحد عمل موديفيكيشن للداتا او عدل الداتا بطريقه معينه او عدل الاي اكس اي بطريقه معينه بطلت موجوده عندي جوا الايش الاي اكس اي. هاي شغله. الشغله الثانيه في عندي من الاتاك شيء مش موجود في الداتابيز او شيء جديد، فهاي الطريقه بطلت خلينا نحكي مناسبه. فمثلا في نوع من الانتي فايروس بيشتغل على موضوع الانومالي ديتكشن، انه بيجي كميه من الداتا او اي اكس اي بيعمل بيراقب السلوك تبع الاي اكس اي فايل، وبناء على هذا السلوك بيقدر يحدد خصائص معينه. من خلال هاي الخصائص بيقدر يعرف انه هذا هذا في فيروس او ما في فيروس بناء على موضوع الداتا اناليتكس. تمام. طيب فزي ما قلنا الشركات اليوم اغلب الشركات الكبرى والشركات الماليه العظمى تعتمد على موضوعين اساسيين اللي هو الداتا والداتا اناليتكس، تحليل البيانات والبيانات بشكل عام. هاي البيانات بالنسبه للمؤسسه مش تعتبر اصول من اصول المؤسسه او زي ما بنسميها اسيت؟ تعتبر أسيت ولا ما تعتبر أسيت؟ ممتاز، بتعتبر أسيت. معناته أنا كصاحب مصلحة أو كمؤسسة شو لازم أسوي في هاي البيانات؟ لازم أحميها. لازم أحميها من إيش؟ من أكثر من شغلة. لازم أحميها مثلا من إشي بيسموه المسيوز،
أو من إشي ثاني بيسموه unauthorized access. يعني أنا في المؤسسة عندي معلومات وعندي أكاونت لأحمد، أحمد له جوا الأكاونت تبعه له معلومات خاصة فيه، هل بزبط إنه يجي محمود يعمل يتفرج على هاي المعلومات؟ ما بزبط. لا تمام، مين بيقدر يعطيني مثال على unauthorized access؟ دكتور، شخص غير مصرح له بالدخول، بس كمثال فعلي ممكن يدخل باستخدام ممكن الباس كود لحد ثاني. هسا شوف، هسا انت مثلا، انت بالنهاية عشان تسمح للشخص انه يدخل مثلا تعطيه يوزر نيم وباسورد. صحيح، واحد سرق اليوزر نيم والباسورد، هذا اكسس بالسيستم. السيستم هو سيستم ما بيعرف لا احمد ولا محمود، السيستم بتعامل مع يوزر نيم وباسورد. صحيح، بس بالنهاية انت كان اوثرايزد اكسس، شيء مش يعني مش مخصص انك تشوفه، ما لازم تشوفه. طيب شيء زي المسيوز، المسيوز زي ايش؟ اني والله ممكن اني اعمل داتا موديفيكيشن. انا مثلا بشتغل في مؤسسه، المؤسسه هاي طلبت مني انفذ لها اكتب عطاء معين، حلو، او بنشر احصائيه عن المؤسسه. جيت انا رحت حطيت شغلات مش موجوده في في في, في الكلام الحقيقي، مش هيك عملت انا موديفيكيشن للداتا الاصليه؟ هاي النقطة. النقطة الثانية، أنا مثلا أعطيت شخص شيك في قيمة 400 دينار أو 500 دينار، إجا واحد حط صفر، مش هيك عمل مسيوز أو تامبرينج للداتا؟ فهذا يعني شكل من أشكال المسيوز. طبعا إلهم أشكال كثيرة راح نتطرق إلهم خلال الفصل هذا. طيب قلنا الشركات هاي تعتمد على أسيت، الأسيت هذا ممكن يكون داتا، ممكن يكون عملية الداتا أناليتكس. صراحة يعني اليوم كل ما بتطلع عندنا كمية كبيرة من الداتا، هاي الداتا معرضة للخطر، معرضة للخطر إنه الأتاكر ممكن إيش يعملها مسيوز، أن أوثرايزد أكسس، أي شكل من الأشكال. فإحنا كشركات كبرى أو كمؤسسات، هاي المؤسسات صارت إيش بتنتبه على هاي الاسيت، بدها تعامل تحمي حالها من الانثرايزد اكسس والمسيوز. كثير منا بسمع اليوم في مصطلح اللي هو البيج داتا. حدا بيعرف شو هو البيج داتا؟ طبعا دكتور، كميه البيانات صارت اكثر واكثر بشكل اكسبونشالي، بشكل ضخم جدا. شو يعني؟ يعني مثلا الجيجا بقدر عنها بقول بيج داتا؟ لا طبعا لا، من فوق التيرابايت لفوق، يعني فوق التيرا. طيب حسب شو هي الداتا نفسها دكتور؟ كيف يعني؟ لو في لعبة مثلا تيرا، ما هي لا تعتبر بيج داتا. مفهوم البيج داتا انه زي فيسبوك مثلا بيجمع معلومات عن مستخدمينه وصير يستخدمها في عمليات تحليلية زي ما قلت هسه، داتا اناليسيتس، وبستفيد منها هو. طيب بدي اسألكم سؤال. هسه اليوم الاستورج رخيص كثير، يعني كهارد ديسك اليوم مثلا سعره مثلا خلينا نحكي هارد ديسك 1 تيرا حقه 50 دينار 1 تيرا. طيب خلال عام 1970 كانت ال 1 تيرا، كانت ال 1 تيرا موجوده ولا كان موجود شغلات بيشتروها في الكيلو او في الميجا او في الفلوبي ديسك او في السي دي؟ بالكيلو بالميجا كان بالكيلو. طيب ما هو طب هالزمانات معناته بهز، يعني خلينا نحكي التيرا قبل 70 سنه بنقدر نحكي عنها بيج داتا ولا ما بنقدر نحكي عنها؟ طبعا اكيد بنقدر نحكي عنها. طب اليوم ليش ما بنقدر نحكي عنها بيج داتا؟ لانه صار في تخزين اكبر بكثير من التيرا. طيب اول شيء ان نحكم على الداتا انها بيج او لا من خلال الحجم تبعها شيء غير صحيح جدا. ليش؟ لانه المفهوم الحجم الداتا هو نسبي مع الزمن. يعني قبل 70 سنه الداتا الستورج كابابيلتيز ما كانت زي اليوم. اليوم في عندنا شيء بيسموه الزيتا والاكسا والبيتا، ارقام كبيره جدا. لذلك البيج داتا هي عباره عن ماسيف اماونت اوف داتا، كميات كبيره من الداتا بنعملها جينيريشن من ديفرنت ريسورسز، بتكون في ديفرنت ستراكشر. عشان احكي انها بيج داتا لازم يتوفر فيها ثلاث شروط. أول إشي الفوليوم، إنه يكون حجمها كبير. ثاني إشي
ايش بيسموه الفيلوسيتي، سرعه انتاجها بشكل سريع جدا، وثلاثه الفاريتي، لازم تكون ايش، لازم تكون ستراكتشرد وانستراكتشرد وسيمي ستراكتشرد. ستراكتشرد زي ايش؟ زي الداتابيز العاديه اللي بيكون فيها تيبل وبيكون في عندي برايمري كي وبيكون عندي اتريبيوت. انستراكتشرد زي الستريمينج الفيديو والاوديو. السيمي ستراكتشرد زي الاكس ام ال. لذلك الشركات الكبرى اليوم، سواء مش بس الكبرى، حتى الشركات الصغيره اليوم صارت تاخذ بعين الاعتبار القوه تبعت الداتا والداتا اناليتكس. وهاي صراحه المصطلحات البيج داتا والداتا اناليتكس يعني عملت لخلق اوبورتونيتيز للكاستمرز، للناس المختصين في السكيورتي، الناس المختصين في التقنيه. فكل هاي الاشياء ادت الى تطور البزنس، تطور في بعض التكنولوجي. طيب خلينا نحكي الجروث هذا، سواء داتا كوليكشن او اناليتكس، شو ادى الى ظهور كمان ريسك لهي الداتا، سواء على مستوى الافراد او على مستوى المؤسسات. على مستوى الافراد زي ايش؟ على مستوى الافراد مين بيعطيني على مستوى الافراد؟ الله عندي سؤال دكتور. هسه الداتا بتعتبر اسيت سواء للافراد او للمؤسسات. بالنسبه للافراد، حلو، شو هو الريسك اللي ممكن تتعرض له الافراد؟ سبقت معلومات الشخصيه، المعلومات الشخصيه، الصور، الرقم الوطني، بروح بسرق الكريدت كارد تبعته، بطاقه التامين الصحي، بطاقه التامين الطبي. كل هاي الشغلات صراحه اليوم هاي احنا كاشخاص لازم نحمي مثلا المعلومات الشخصيه. هاي المعلومات مهمه جدا لانها ممكن تؤدي الى ضرر مالي لك، ممكن مرات بروح بياخذ قرض على اسمك. وفي كثير صراحه يعني بعرفش اذا سمعتوا في او في مؤسسه العمل او في سوق العمل تبعت الوافدين، في كثير من الناس بيروح بياخذ هويات لاشخاص وبيسجلها بسوق العمل او تبعت الوافدين على اساس انهم بيشتغلوا وباخذ مصاري عنهم، خصوصا مع المنظمات واللاجئين والى اخره. طيب التطور التكنولوجي وظهور التقنيات الجديده ادت الى انه تساعدنا في عمليه التنبؤ. التنبؤ في ايش؟ التنبؤ في درجه الحراره. يعني قبل اسبوعين جماعه الطقس العرب كانوا يتنبؤوا انه الطقس راح يكون يعني كويس او في امطار، بناء على ايش؟ طيب التنبؤ هذا كان، حدا بيعرف؟ بناء على صور الاقمار الصناعي، صور تحليل البيانات. بالضبط، مبني على موضوع الداتا اناليتكس، ومبني كمان على موضوع المشين ليرنينج والديب ليرنينج. في شيء احنا في المشين ليرنينج بنسميه الداتا فوركاستنج، اني انا اقدر اتنبا في معدل هطول الامطار وغير معدل الهطول الامطار، ممكن اتنبا في درجه الحراره، ممكن اتنبا في شغلات كثيره صراحه من خلال المشين ليرنينج والديب ليرنينج. فصراحه الداتا صراحه مهمه جدا، ممكن اتنبا في البيهيفير تبع الشخص، ممكن اتنبا في الاوبجكت، هل اللي قدامي يعني في كثير من المواقع اليوم اعطيها اوبجكت بتقول لك الاوبجكت شو في جواته، يعني مثلا اعطيه طاوله وعليها مثلا مزهريه او ورده، مجرد ما تعمل ابلود انت لهاي الصوره مباشره بيقدر يعمل لك ديسكريبشن لها، انه والله هاي طاوله في فوقها مزهريه او الى اخره. مثلا موضوع التراكنج لموضوع الوجه او الحركه، اليوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء، عفوا خوارزميات الذكاء الاصطناعي تقدر تتنبا من خلال حركه الشخص هل هو ارهابي او غير، لا او غير ارهابي. ممكن كمان تقدر تتنبا انه مثلا الشخص اللي وراك بده يضربك او لا. فكل هاي الاشياء ادت الى صراحه الى خلق فرص في مجال سواء وظائف او ادت الى او اثرت بشكل عام على الدومين تبع السايبر سيكيورتي. في تكنولوجيا زي ايش؟ زي الانترنت اوف ثينك، الاي او تي. الاي او تي ببساطه عباره عن ايش؟ عباره عن اي اوبجكت على وجه الارض بضيف له انا سنسور او كرت ايثرنت وبخليه يتواصل، بيرسل وبيستقبل هاي البيانات. يعني مثلا انا اليوم في عندي ثلاجه، هاي الثلاجه بيكون جواتها سنسور، بيكون مربوط مع الكلاود،
بقدر مثلا انت والله كشخص عادي تيجي انت بتحط مثلا البيض والبندوره والبطاطا والى اخره، بناء على بعد طبعا هي بتاخذ المعلومات هاي اللي انت بتحطها جوا الثلاجه بتصير تحلل السلوك تبعك. بعد فتره من الوقت لما انت مثلا بنقص عندك بندوره او بطاطا او الى اخره بتبعث لك نوتيفيكيشن لك انه انت بحاجه الى كذا، او ممكن تبعث نوتيفيكيشن للتابعين السوق او السوبر ماركت او الى اخره. فالاي او تي عباره عن ايش؟ اي اوبجكت على وجه الارض بضيف عليه سنسور، هذا السنسور بيصير بيرسل وبيستقبل هاي البيانات. طبعا بغض النظر عن اليه الكونكشن، ممكن تكون وايرد ممكن تكون وايرلس كمان. طيب حدا عنده سؤال لحد الان عن المصطلحات تبعت المره الماضيه اللي تكلمنا عنهم قبل شوي؟ طيب بالنسبه للسايبر كريمينال، مين بيقدر يعرف لي الهاكر او الاتاكر؟ دكتور عباره عن مجموعه من الاشخاص اللي بيحاولوا يخترقوا. احنا شوفوا احنا 46 طالب، ما في غير مؤنس وعبد الحميد اللي هم بيتكلموا. طب باقي الطلاب وينهم؟ رهف بتقدر تعرف لنا الاتاكر شو هو؟ انا رهف. الاتاكر هو بيخترق اجهزه او حسابات معينه خاصه عشان ياخذ معلومات معينه، ممكن معلومات عن البنك، حسابه بالبنك، ممكن عن حسابات شخصيه مثل الفيسبوك. تمام. خالد هناندا شو رايك في الموضوع؟ راما. الاتاك هو an authorized action on a system بيكون. حلو. أحمد عبيدات. شيماء هو في نسبة كثيرة من الموجودين يا انه مشغل المحاضرة او واحد فاتح له او ابوه او امه، ما بزبط صراحة. يعني ثلاثة يعني بيشاركوا من اصل 46 طالب. واخر الفصل انا خريج اخر الفصل نجحني، ما بزبط الكلام هذا. يعني اذا انت لا بتشارك ولا يعني ولا بتجاوب او الى اخره، يعني شو الفكرة في الموضوع؟ تفضل دكتور. هو يعني نقدر نحكي انه هجوم الكتروني غير قانوني للوصول لمعلومات من دون علم الشخص. تمام. مش دائما دكتور، في الوايت والجراي والبلاك. شوف البلاك اللي هو الغر. طيب هسه هم اكثر من نوع. اول شيء الهاكر هو عباره عن جروب اوف كريمينلز، مجموعه من الكريمينلز. الانشطه لما تسمع بكلمه كريمينال معناته النشاط تبعه جرمي، مش زي خلينا نحكي الوايت هات ولا الجري هات. هنا كهكر النشط تبعته بتكون نشط جرميه. ف they are trying to break الكمبيوتر، they are trying to break السيستم النتورك. شو الهدف تبعه؟ الهدف انه يحصل على اكسس. الاكسس ممكن طبعا شو السبب تبع الاكسس؟ مين بيقدر يقول لي شو السبب؟ حسب استخدام الهاكر شو هو؟ حتى يحصل الدكتور اما على معلومات او انه حسب مثلا يكتشف حسب الموتيفيشن تبعه. طب ما حطيت لكم انا 6 موتيفيشن، مش قلنا ممكن يكون لاسباب ماليه، مش ممكن يكون استعراض مهارات دكتور، ممكن يحسن كفاءه العمل. بده يحسن كفاءه بالضبط، استعراض مهارات. مش بس هيك، ممكن يكون موظف بالمؤسسة زعلان من مديره، بيحاول شو اسمه بيحاول يعمل نشط جرمي. يعني أنا بتذكر في كيسز، يعني إحدى الجامعات اللي موجودة في الأردن كانت تعمل ببلش للإذاعة تبعتها أونلاين. حلو.
ايش يعني اونلاين؟ يعني اذا بتفوتوا مثلا موقع جامعة اليرموك فوق مكتوب يرموك راديو اف ام، كان اذا بتحط على الراديو اف ام تصير تسمع الاذاعة اللي بتبثها الجامعة. هاي الجامعة طبعا هاي الاذاعة او اللينك اللي بتضغط عليه انت معمولها ستريمينج اوفر ذا نتورك، تمام؟ ايش اللي صار في هذيك المؤسسة؟ اللي صار في هذيك المؤسسة انه الستريمينج بطل يشتغل، كان يشتغل بشكل طبيعي بطل يشتغل. ايش اللي صار؟ اللي صار انه واحد متعمد سوى الحركة هاي، عملوا انفستيجيشن او ديجيتال فورنزيك على الكيس هاي، راحوا على السيستم، راحوا تفرجوا، لما تفرجوا على السيستم لقوا في اي بي ادرس عامل لوجن، هذا الاي بي من رينج الاردن، تمام؟ هسه اذا اخذتوا ماده نتورك، انتم في ماده النتورك في عندكم الاي بي، الاي بي فيرجن 4، موضوع الاي بي فيرجن 4 كل دوله بيكون لها مجموعه من الاي بيز. فشو اللي صار؟ اللي صار انه تبعين اللي حققوا في الموضوع هذا راحوا لقوا اي بي ادرس، تمام؟ ايش اللي صار لما عملوا لوك اب على الاي بي ادرس على النت؟ طلع الاي بي من اورنج، فرفعوا تقرير معين، رفعوا تقرير معين لإدارة الجامعة إنه الاي بي اللي عامل اتاك او دينايل اوف سيرفيس على إذاعة الجامعة هو هذا الاي بي، تمام؟ طيب هسه كإدارة الجامعة عرفت إنه الاي بي من اورنج، هل بتقدر تروح تحكي مع اورنج مباشرة وبتقولهم مين صاحب الاي بي؟ لازم مذكرة كأنه من المحكمة. فعلياً إيش اللي صار؟ اللي صار إنه إدارة الجامعة تواصلت مع البحث الجنائي أو شعبة الجرائم الإلكترونية في البحث الجنائي اللي هم الأمن العام، والأمن العام تواصلوا مع أورنج قالوا لهم شو الآي بي آدرس، فعلاً أعطوهم الآي بي واحد داخل من تليفونه وكان خطه زين كمان، عفواً كان أورنج وداخل في وقت معين. لما رجعوا للاي بي ادرس هذا ولما رجعوا لانه عامل لوجن من تليفونه من حزم التليفون، طلع ايش هو؟ طلع لانه طلع موظف من الموظفين اللي بيشتغلوا بالاذاعه، زعلان من مديره، مديره كان خاصم منه يوم اجازه او شغله زي هيك، فرايح عامل لوجن على اذاعه الجامعه عاملها داون. فدائما ككريمنال اكتيفيتي دائما ما بتغطي، ما بتقدر تغطي كل الشعارات، سواء طبعا اذا ما كنت مختص في الموضوع هذا. فالشخص هذا اللي راح دخل على اذاعه الجامعه وعمل داون للاذاعه مش ما مختص بالتقنيه، ولا لو انه مختص كان عمل استخدم في بي ان وما دخل من الاي بي ادرس تبعه. فايش قلنا؟ قلنا هو عباره عن اما بيكون هدفه انه يعمل بريك للنتورك او السيستم او الويب سايت أو